لو الحكايه فيها ان فيتو فعلي ويتمكن منها عشان نضع الاسلوب الامثل لاستغلالها. احنا في جامعه انشاس هنا، انا في يوم من الايام حاولت ادور على مجموعه من الجيولوجيين عشان نشوف باطن الارض بتاعتنا فيه ايه، ايه الثروات اللي موجوده، نتحقق منها بالفعل موجوده ازاي. يعني ما وصلتش لحاجه، كلفت اللايبريريان اللي هو مسؤولين المكتبه ان هم يعملوا لي حصر للرسائل العلميه والابحاث اللي موجوده في مجال الجيولوجيا عشان يقولوا لي محتوى مصر اللي معانا قد ايه، محتوى التربه اللي موجود في الاسبوع قد ايه، المحتوى اللي موجود قد ايه من ثروات الارض اللي موجوده. فبالفعل احنا محتاجين نهتم بالجزئيه ديت جدا عشان نشوف الوطن العربي اللي هو زي ما قالت كلمه الدكتور احمد، بالفعل الدولة بتبقى مطمع للثروات الموجودة في باطنها. احنا كأمة عربية ومجتمع عربي ومجتمع شرق أوسطي عندنا ثروات عديدة جدا جدا، ولكن أعتقد احنا لا نحسن استخدامها، وأعتقد إن هذه الثروات سيأتي عليها بعض الوقت وتنضب، وبالتالي دور مهم جدا جدا وضع خطة طويلة الأمد لمعرفة ما هو موجود في باطن الأرض، ما هو بالفعل ونتحقق من نسب هو وإمكانيات الحصول عليه والأسلوب الأمثل لاستغلاله عشان نحط خريطة مستقبلية للحركة والاستفادة منها الاستفادة الكبرى.